ايوه طريبه قراري يا عالية قوي قوي قوي، بس يعني لما انت واد جامد قوي وقاري دماغها مش قادر تميلها بكلمتين وتجيبها على استنها. مش سهل، صعب قوي. بنتي دي بسبع ارواح ضربت مني السيجارة وقامت هاتك يا رأس لغاية ما هدت حيل أمي. أنا حاسس إن الراجل ده بيلاعبني، بيرقصني عشان ياخدني بقص على سهوة. حلاوتك يا معلم في جو ميم الشربيني ده اللي هيفصلني من السيجارتين اللي مصطبح بيهم. مش بقول لك إنك هتفضل طول عمرك حمار؟ حمار حمار، سيبني أقوم بقى عشان عندي مصلحة. خليك مرزوع لغاية ما تشوف لنا صرفة. صرفة في إيه يا حاج؟ أنت مش قلت إنها خارج بيت؟ آه أنا خايف ليكون بيفكر في اللي في بالي. بالك؟ هو إيه اللي في بالك يا معلم؟ ما تيجي يا بنت أسوأ نظبط الحجر يا بنت. ما هو عندك يا معلم. الله، آه الحجر عندي صح. آه سلامة الشوفة يا معلمة. سمعتي ايه؟ انتي على طول كده ملبشه جدتي يا ست مطر، ما لحقتش اسمع حاجه يوم ولا حاجه ولا طردتش كلام ولا اي كلمه. لا بس شكل كده المعلم نوح منمر على حاجه، بس لسه تايهه منه. بصي براءة في دنيا تانية طبعا بعد الاستباحه كان محتيط. حاجه ايدي اللي منمر عليها؟ يكونش ناوي يجوزه بصحيح؟ مش عارفه، بس وانا ماشيه سمعت كلمه مخطوبه، خفت اقف لحد ما انا يشخط فيا. مخطوبه؟ هي مين دي اللي مخطوبه؟ والنبي ما اعرف، هو ده اللي سمعته. امال انت تعرفي ايه؟ قولي 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 يا تكنيله، وانت مالكيش لازمه. كل ده مالكيش لازمه. طيب بصي بطشيك وناش عرفني وانا مغسل وده من جنه؟ امال ليه قلت لي ان الجوازه الف بعد الشر مش حتن؟ احساسي ماي فيلينج. هتحاسبيني على الفيلينج يا رمانة؟ يا اخويا ما تعيش عيشة اهلك وتتكلم عدل، انا مش فاهمة حاجة. بقول لك ايه؟ خميس لو عرف ايته حاجة هقول له ان انت اللي غصبت. مين قال غصب؟ انا قلت غصب؟ هو قال غصب؟ انت قلت غصب. يا ماما شغلانتنا دي ما فيهاش غصب. هز الوسط لازم يكون بالكيف، وهي دي عيشة اهلي. مالكش فيه، سيبني في حالي بقى ابوس ايدك. نفسي اعرف انت عامله حساب لافندينا قوي كده ليه؟ هو يعني ما يعرفش بلاوي الكار وعيله بالليل، ولا يكونش خدك من على سجاده صلاه وانا ما اعرفش؟ اشربي اشربي يا نجمه. يعني انتوا مش ناويين تجيبوها البر؟ ما احنا كنا على البر، وانت اللي مديت رجلك في قلب الغريق، وانا عملت ايه؟ جيت عايم لحد عندك ومعايا القشايه، لكن انت اتكبرتي ونفسيتك عليت ورفضتي القشايه. ما تورق يا اخويا وتعمل لك قفله. جرى ايه؟ هو الكار ما فيهوش غيري ولا ايه؟ ما انت كبرت صوره صاحبتك وحطيتها على الواجهه، وكل شله يشبه له، طلعنا نبق من نفوخك. بكيفي مش بكيفك يا برنسيسة. هابي درينك. هابي فالنتاين. دي مشي يا بنت، بلاش تبقي عامله زي الحرامي لهبل، عيب كده احنا في الشارع، الناس عماله تبص علينا. انت مالك رايحين فين؟ هو انت مش ماشيه معايا؟ امشي ورايا وخلاص. يو يا بنت خايفه من ايه؟ هو انا خطفاكي؟ هو انت مش عايزه تجيبي عيال علشان تربطي الولايه اللي قاعده لك في البيت دي؟ خلاص انا مودياكي الوحده خلصت الاول، هتخليكي تجيبي عيال للصبح، بس لازم تقولي ان شاء الله. إن شاء الله، يلا بينا. نوفل، نوفل. أيوة يا أستاذ، الجورنان والسندوتشات. قول لي، شايف البيت ده؟ آه، ماله؟ تعرف حد ساكن فيه؟ هنسيب شغلنا بقى ونتجسس على الخلق. ما تبطل رغي ورد على قد سؤال. آه، أعرف اللي فيه شقة شقة. بقى شقة فول، واللي عندي فيه شقة شقة. أول ما شفتها طالعة هي ومرات خاله العايقة دي عند الست بتاعت الدجل والشعوذة وبسم الله الرحمن الرحيم، جيت جري عشان أبلغك. أنت متأكد ياض إنها مرات أفندينا؟ يعني قطرتهم من تحت البيت لحد ما طلعوا عند الولاية دي؟ أيوة يا ست مطر. مراته ومرات خاله. أيوة، هما الاتنين شكلهم كده ولا مؤاخذة بعافيه حبتين وطالعين يفكوا عن نفسهم. اسمع ياض، تعرف تجيب لي قرار الولايه دي؟
طبعا نجيب قرارها، هي كيميا يعني. انت قلت لي اسمها ايه؟ حنتومة. عن ايه؟ حنتومة. طب وانتوا رنطة؟ ماشي. حنتومة. يا حلوة قوي. ومن ساعتها يا بنتي يا بيسا مش قادرة تلم على نفسي، وما دقتش طعم النوم، مش عارفة أعمل إيه وأسوي إيه. أنت المرة اللي فاتت برضو يا أبلة كنت مرعوبة كده، لا أفنجينا يعرف، والحمد لله ما حصلش. المرة اللي فاتت كوم، والمرة دي كوم تاني خالص. الاتنين يعرفوا بعض كويس، يعني خميس هيعرف هيعرف، وبدل ما بيحضر لي فرحي هيحضر لي كفن. والنبي يا أبلة أنا حاسة إن أنت بتهولي الأمور، والعمروتي ده إيه مصلحته في كل ده؟ ده راجل صاحب مزاج. لا ليه في الوش ولا في اللبش، ولو كان عايز يخربها عليكي كان خربها يوم الحفلة. المالت مفيش اوسخ منه، وعشان يشغلني لحسابه ممكن يعمل اي حاجة. وانت ليه يا اختي ما قلتيش لأفنجينا بدل ما تروحي للمالت يبيع ويشتري فيكي ابن الدايخة ده؟ استحالة يا بت، خميس ده لو عرف انا ممكن اموت نفسي. اصل انت مش عارفة اللي بيني وبينه، أفنجينا ده دنيتي اللي انا متشعلقة بيها وقافشة في ديلها العمر كله. انت بتتكلم عن مين بالظبط؟ خميس ابو سنه اللي عرفتك عليه. اه افتكرته، بس ما ركزتش معاه. ماله بقى؟ ايه رايك فيه؟ وانا اعرفه منين عشان اقول لك رايي فيه؟ انا بقالي ساعه بكلمك عنه. بس ده كان في واحده في الحفله لازقه فيه، يعني ما كانش مركز مع حد غيرها. الله، ما انت مركزه، هو عارفه كل حاجه. انت عايز ايه بالظبط يا عمروتي؟ في دماغي مشروع، بروجكت، مصلحه. مشروع جواز تاني؟ يا حبيبتي أي جواز بيبقى مشروع. مش عايزك تفكري في الجواز بطريقة رومانسية وتقليدية. أثبت لك إن الجواز مشروع. لو مفيش جواز، بتوع فساتين الفرح والبدل والبابيونات هيبيعوا لمين؟ بتوع العفش هيبيعوا لمين؟ بتوع الشقق والكومباوندز هيبيعوا لمين؟ بس بس بس. لا مش بس، لأن بعد كده بيخلفوا، فبتوع البزازات بيبيعوا لهم، وبتوع لبن الأطفال بيبيعوا لهم، وبتوع لعب الأطفال بيبيعوا لهم. ده المشروع الوحيد اللي حلال، لا غبار عليه. طول عمرك عندك رد يا عمروتي. شكل الحكايه لعبت في دماغك يا ست مطر. من غير لت وعجن جاوبي على السؤال. يا اختي براحه عليا شويه، انا باخد ودي معاكي في الكلام. يا اختي لا تاخدي ولا تدي. قوليلي الولايه اللي بتحكي عنها دي تعرفيها منين؟ انا الصراحه يعني ما اعرفهاش، بس في واحده حكيت لي عليها قبل ما اجي اشتغل عندكم. يا بنت انطقي يا بنت، اسمها ايه؟ والنبي ما اعرف اسمها ايه، بس انا يعني ممكن اتقص لك واجي اقول لك. ماشي اتقصي، اعرفي اسمها ايه وساكنه فين. مش بقولك الحكايه عجبتك ولعبت في نافوخك؟ خرب بيت دور خالتي اللتاته اللي انت عايشه فيه ده. يلا بنت امشي روحي شوفي شغل. ياه، وانا بعمل كل ده ليه؟ مش عشان خاطر مصلحتك؟ انا عايزه اريحك. اه يا سفله يا واطيه، مش يا بنت غوري. ام سفله قوي، وفي احلى منها. شكلها قربت قوي وهيحصل. انت جيتي؟ كنت لسه هكلمك. واقفه بقيت مستنيه من بدري. طب يلا. جاهز؟ اه، اركني عربيتك دي في اي حته وتعالي اركبي معايا. لا استنى، العيال قاعدين على النار ما تبعدش بيا، وبعدين انا خلاص دماغي فصلت. ما تخافيش، يكون في معلومك. انا بقالي سنين ما عملتش الحكايه دي. ايه دي؟ ان يعني قديل لحد. بس يلا، كل يهون عشان خاطر عيونك انت قمر. فاكس قوي يا معلم براءة الجو ده. معلم ايه؟ براءة.
بياقة. عسل قوي بياقة دي. طب حس كده بقى يا يا كبي. يلا ياي. خش يا حبيبتي اوعي تقعي مني هنا كمان. احنا كنا فين؟ احنا كنا عند الدكتور. اوعي تنسي. خير؟ مالها ست كرامك يا فرلة الشر؟ مالها يا ولية؟ ما هي كويسة اهي. وقعت مني في الشارع واحنا رايحين للدكتور، اداها حقنة وقال انها لازم ترتاح شوية. كل ده عند الدكتور؟ ايه؟ ما هي لما وقعت عند الدكتور اضطر يحط لها جلوكوز. جلو ايه؟ جلوكوز؟ طب والختمة الشريفة ان هو ده اللي حصل بالظبط. وقال لكم ايه الدكتور بقى من الصبح لغاية بالليل؟ قال ان هي لازم ترتاح شوية وتاخد الدواء وقرط على انها ترتاح. طب يا اختي خديها الاوضه عشان ترتاح. حاضر. ايدك معايا يلا يا شربيه. يا عيني على اللي نابك. يا عيني على اللي نابك. هاتي ايدك يا حبيبتي. يا لهوي ده جدتها متلجه. وطي صوتك، انت عايزاها تفتح لنا المحكمه هنا؟ وطي صوتك. هي معقوله تكون واحد من نفسها كده؟ انت مال اهلك؟ يعني ايه مال اهلي؟ هي متلزقه يعني؟ خشي خش. دخلت اهو. مصر يعني تعزمني على واحد كوكتيل شعبي من بتوعك برضه؟ مش مريحني انت النهارده يا باشا. الله ليه؟ مش دي الخلطه بتاعتك؟ واحد كوكتيل شعبي على حجرين وبعدين تيجي ام سامية تروق الاناني. هي الخلطه اللي انا عملتها هي اللي انا علمتها لك دي. اضرب يا باشا اضرب وعيني. على فكره انا في كل ده لقيت حاجه تخصك. ايه يا باشا اللي يخصني؟ في أوضة شبه الأوض اللي عند أم سامية، وسرير يشبه السرير اللي هناك، وليلة تشبه الليلة دي، رمانة خانتك يا خميس. كلام يا باشا اللي أنت بتقوله ده؟ خانتك معايا. معاك يعني ايه؟ بس هي ما كنتش اعرفك، هي اللي كانت تعرفك. بس بعد ما عرفتك ما يصحش ما اقولكش، وخصوصا لما جالي خبر ان انت عايز تتجوزها. تتجوزها ليه لما هي من ابو بلاش؟